السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب مدرسة كاي باي. I would like to welcome all of you. أتمنى لكم سنة جديدة سعيدة إن شاء الله. النهاردة بنتكلم في مادة الكمبيوتر Grade 5 Lesson 1 About Computer System. هنتكلم النهاردة عن الكمبيوتر وإيه هي مكونات الكمبيوتر. أول حاجة بيتكون منها الكمبيوتر Number 1 is Hardware. يعني ايه هاردوير؟ هاردوير refers to any part of the computer you can touch. اي حاجة اقدر المسها في جهاز الكمبيوتر قدامي دي اسمها ايه هاردوير. يعني مثلا المونيتور انا لمستها دلوقتي اسمها هاردوير، كيبورد لو لمسته اسمه هاردوير، الماوس هاردوير، اي حاجة نقدر نلمسها بايدينا اسمها ايه؟ اسمها هاردوير. طيب نمبر 2 is a software. ايه هو السوفتوير؟ سوفتوير is a set of instructions that orders the computer to perform tasks. Is a set of instructions that orders the computer to perform tasks. يعني ايه؟ يعني هي مجموعة من التعليمات التي تعطي أوامر للجهاز لتنفيذ مهام معينة، أو باختصار هي مجموعة البرامج اللي موجودة عندي في الجهاز. فإزاي مثلا؟ يعني هنشرحها إزاي؟ هنقول مثلا سي أنا عايز أكتب في الوورد، الوورد الوورد اوفيس، عايز اكتب عليه جود مورنينج. بفتح الوورد اوكي، وبعد كده بكتب من خلال الكيبورد جود مورنينج، فدايركت بتتكتب فين؟ على الوورد، صحيح. يبقى اذا انا عملت هنا عملت انستراكشنز وعملت اوردر للكمبيوتر، فهو عمل التاسكس المطلوبه منه وكتب جود مورنينج على الوورد. طيب يبقى ده كده السوفت وير. سوفت وير مجموعة من البرامج موجودة داخل جهاز الكمبيوتر بنقدر نستخدمها عن طريق الهارد وير اللي هي زي الماوس وزي الكيبورد. اوكي. نمبر 3 ذا هيومن وير ريفيرز تو اني بيرسون هو وركس وذ ذا كمبيوتر. اي شخص بيستخدم الكمبيوتر او بيشتغل عليه بيبقى اسمه هيومن وير. يعني نقدر نقول انا دلوقتي بشتغل على الكمبيوتر فانا اسمي هيومن وير، انت واشتغلت على الكمبيوتر النهارده يبقى اسمك هيومن وير. اي حد بيقدر يشتغل على الكمبيوتر بيكون اسمه هيومن وير. نمبر 4 is data and information. يبقى اي الداتا اند انفورميشن اللي هي المعلومات اللي داخل جهاز الكمبيوتر دي نمبر 4 وهي المكون الرابع من مكونات جهاز الكمبيوتر. يبقى هنا جهاز الكمبيوتر بيتكون عندنا من اربع مكونات. نمبر 1 ذا هاردوير وهي دي اي حاجه بنلمسها. نمبر 2 سوفت وير مجموعه البرامج اللي داخل الجهاز. نمبر 3 ذا هيومن وير الاشخاص اللي بيستخدموا جهاز الكمبيوتر. ونمبر 4 از داتا اند انفورميشن المعلومات اللي داخل جهاز الكمبيوتر. بكده يبقى انتهى درس النهارده. ثانك يو فيري ماتش واشوفكم ان شاء الله في الليسون اللي جاي.